شنو رأيكم؟ هسه بعد لنا واحدة ويكمل. ها دودي، باللبناني يسمونه للزيق، وبالسوري شو يسمونه؟ للزيقة. للزيقة، وبالعراق يسمونه للزيق. رياضة هسه طبعا سوينا رياضة لمدة 40 دقيقة، يعني حسب البرنامج ركض ومشي هرولة، وحرقنا 397 سعرة حرارية. طبعا هاي كلش كافي بالنسبة لليوم الواحد. شوفوا لنا هسه الجو، ما نقدر نطلع اكيد، فاليوم شكلك باعوا الجو، باعوا المطر والعاصفة. طبعا اكو عاصفة، باعوا هاي شلون تتحرك. هاي بالكونتنا، اخاف صار لكم هواية ما شايفيها. هاي الوردة تتذكرون هاي اللي زرعتهن مثل البصل، باعوا تطلع قبل الجنبذة مالتها، شي يسموها هاي مال الوردة، طالعة ببطنها هاي تطلع ريحة كلش طيبة. وهذول العصافير الحلوين، انه بلا ذولا بيضوا ولا ذولا بيضوا، ما نعرف شنو السالفة. المهم صاروا هواية واكو صوت اكثر وحلو. يلا تعالوا شوفوا السمكات. وهسه اجينا نسوي الريوق مالتنا. اليوم لازم نسوي ريوق شويه كبير، يعني تعرفون بالعضله، جبنا بيض وخيار وطماطه، وعندنا هذا السجق التركي له اسم ثاني، شنو نسميه احنا بالعربي؟ يلا عادي هسه اتذكر واقول لكم. بسطرمه وزلاطه وبيض وباذنجان، هيك راح نسوي مثل الريوق التركي مشكل، لان هو هاي وجبه وحده هسه صارت ب 11 ونص عندنا، يعني ب 12 ناكل وخلاص. إذا صارت قناتك مليون شو تسوين؟ تقومين تسوين فر 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 فر؟ قناتك مال الجيمنج صارت مليون تاوزن ألف، شو تسوي؟ ما أسوي شيء. لا كذب، ما تسوي فر 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 فر؟ لا. شاشة، بما أنه أنت فلونسر جديدة، ليش تحكين بيج قمر؟ يمي انت شو من هسه تقولين فر 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 فر؟ اي هي من هسه تقول فر. والله كل ما تحكي وقالت شايفتها؟ هسه اخذها نزلتي الفيديو ولا ما نزلتي؟ بعدني راح منتج اليوم. خلاص لا تقطعين ذني. توخ؟ اي والله والله. الوقت يتسكر بهيك والام. ام؟ وينك وقت؟ المفروض واحد سلك سلك ما يسكت. يتقسم يقدر يسويها. اذا انت بعدش في البدايه تسوين فر 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 فر، العاد اذا عبرت المليون شو تسوين شموسه؟ بلبل جاك السؤال، ان شاء الله من تصير المليون شو تسوين؟ تسوين فر 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 فر؟ لا تظلين دنيا؟ اكيد لا صدق والله دي يكتبوا لك بالتعليقات. اي والله عادي ابقى دنيا العشاء صغير، يعني مثلا ما تسوين فر 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 فر؟ قبلهم قالوا لي اذا عبرت ال 100,000، عبرنا ال 100 وال 200 والحمد لله وشكرا. والتيك توك 500,000، التيك توك نص مليون، طبعا مشاهداتي خلال يومين تصير يعني مليون، فبقيت انا نفسي ما تغير شيء، وان شاء الله نبقى هيجي، بس نغير من نفس يعني من اعمالنا شويه ونسوي شغلات، يعني تطورين من نفسك اكيد. أوكي. بس مال يعني الحكي والذن اللي سوالف لا. محمد جاي يسالون بالتعليقات زوجك ايش يشتغل وليش ما يروح مدرسه، عايشين على السوسيال وليش 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 هواي سوالف. جاوب. طبعا يقدر اي واحد موجود بالمانيا انه يشتكي، يقول هذا الشخص قاعد بالبيت بده ياخذ من السوسيال وما يشتغل، السوسيال ما يدفع لي شيء ولا ينطيني شيء، اللي ينطيني دنيا. انا هسه ما محسوب اشتغل، اللي محسوب يشتغل من هو دنيا. بس بما انه هي زوجتي، تعرفونها ما تعرفونها، هاي مرتي ام جهالي، فلذلك هي تشتغل والراتب مالتها اعلى من المعتاد، فايش راح يصير بهاي الحاله؟ طبعا احنا مسويين شركه، والشركه باسمها، انا ما يحق لي اسوي شركه باسمي، هي قابطتني من هالفتش لهالفتش. خليني اقول لكم فد ملاحظه، خاف ناس محير هالشغل وهاي،
فاحنا من خلال الانترنت مسوين شركه صغيره. والملاحظه ثانيه، ماكو واحد طالع بالسوشيال ميديا او باليوتيوب او باي موقع هو ما ياخذ فلوس، بس اكو ناس مسجله شغلها واكو ناس ما مسجله شغلها لان عندهم شغل ثاني، فمخلين اليوتيوب وذن السوالف بالاسود على مود يعني يصير عندهم اكثر دخل. احنا الحمد لله والشكر مثل ما قلت لكم مسجلين كل شيء بالابيض. اوه شغله لاخ على طار الابيض، طبعا انا هاي البياض اللي موجود هسه تارس المكان من عندي مو من شموسه يعني. شغله ثانيه على طار الابيض، بالمانيا خاصه هاي الشغله مال الفتانه عندهم شغله عاديه، يقدر اي واحد يروح يفتن على واحد ثاني يقول له ترى هذا واوي دا ياكل عالفتشين ويلعب بذيله، فش راح يصير بهاي الحاله تيتسيو؟ راح يجون الالمان يدققون عليه. والله صراحه مثال بسيط، هسه مثلا حنوش عنده صديقه عنده معارض مال السيارات، وهو هذا واني هو صديقي حنوش واني عندي فلوس تجيني وما اريد دوله تدير بيها، فهذا صديقي عنده كارت بغير دوله، شو اسوي؟ انزلهن على على مالات الفلوس وانا على مالت الكارت وانا استلمهن. هاي وحده، هاي حركه بسيطه من حركه الواويه اللي اقول لكم عليها. فاحنا الحمد لله والشكر ورقه بيضاء. دزوا ايميل للفنانس اقول لهم دنيا محمد عندها قناه على اليوتيوب دا يجيها فلوس، فهم راح يجاوبون. هم يجاوبون ويجون تفتيش هم يعني مو بس هيك. فالحمد لله والشكر احنا ورقه بيضاء، بس اكو ناس وايد خاف على نفسها وما عندهم هاي السالفه. بس يابا احنا عندنا مثل مشهور يقول لك الاناء مثل او حكمه، ما اعرف بعد انتوا كتبوا لنا معنى الكلام. الاناء ينضح بما فيه، فيقول لك امشي عدل ومن السلطان لا تخاف. امشي عدل يحتار عدوك بيك. فيا حبايب فادي وفؤادي، هاي نبذه بسيطه عن التعليقات اللي كتبتوا لنا اياها، طبعا ومشكورين وندري بيكم انتم منين عائلتنا تطلبون من عندنا نكتب لكم هذا الشيء، واحنا ورقه بيضاء الله شاهد، وخاصة اللي يشخبط بيها يبين قبل، يحب يشخبط اهلا وسهلا. سامعين سامعين بام كريع تحكي عليها دنيا؟ اي هاي ام كريع. ها تبي تسوي اعلان؟ ها يلا. ولو انا ما احتاج اعلانكم، بس اذا تبدون تروحون تشوفون غرفتي اولا، ثاني شيء نزلت لكم فيديو شهاده ما تروحون تشوفوها لان هنا انا شهادتي ما راح تروح. اي صدق اخذت اخذت مرتب كلش حلو بالمدرسه متميزه في المانيا، فروحوا القناه راح ينزل باكر الفيديو يوم الاحد ما ادري قد بالشهر. يعني نزل روحوا شوفوا شمس اسم قناتي. اسكان شلونكم شبقاكم؟ زعلانكم في جديد تحت جديد وياكم محمد ابو جاسم يعني الطاقه الايجابي يعني الابتسامه الحلوه يعني الفرحه يعني السرور يعني ابو سرور وام سرور، وتحياتنا للحضور وللقاعدين. شلون اقدمي؟ اي هالقد طبعا اليوم الادم. اليوم راح اعلمكم على فد شغله وهي باللبناني يسمونه للزيئه وبالسوري في يسمونه للزيئه وبالعراقي يسمونه للزيق. اليوم راح اعلمكم بالالماني كليبا. بالالماني كليبا وبالجلفي واوي واوي واوي. يلا يلا واوي واوي واوي. شو وقت نسوي؟ يلا هسه راح اقوم اسوي وياكم، لازم تجون تشوفون ايش راح نسوي. اوكي يلا يلا تعالوا خلينا نسوي. هسه الحجيه تتقدم. هي هي. واني يا عبالي قطعة واحدة. واني وردة. طلع هو مجموعة قطع واحنا نرتبهن لازم. هاي شلتها طبعا فسختها راح نضمها. لانه حاليا ما مستفادين منها. رمضان ان شاء الله نطلعها نخلي بيها شغلات مال رمضان. هسه هذا الركن هيك شكله. هسه راح نخليها القطعة وبعدين راح نشوف شلون راح يتغير الشكل مالته. بما انه انتي كنتي صابوخشية. صابوخشية بمعنى انه تصبغ. وهاي ما له علاقه بالصبغ، هاي الكيبه هو هذا مخلينا التشيس وياها داخلها راح نحلها بالمي، وكاتبين هم هاي 70 غرام لها لتر ونص مي. طبعا انا احييك على هاي المعلومات وجدا اشكرك، وان شاء الله المتابعين يستفادون من هاي المعلومات، ومشكوره على جهودك المعلوماتيه، وهاي المعلومات ان شاء الله مفيده، وان شاء الله تفيدين بهاي المعلومات العالم تستفيد. هسه خلينا هاي الجرايد كلها اليوم على مود ما يتوسخ الفراش، ان شاء الله ما يتوسخ.
هاي اول مرة تخلون على الحائط تصبوه كله وبعدين الورق هماتين تخلوه له بعدين تلزقوه على مود بسرعة يلزق هيش هاي الطريقة اسرع. هاي شو يسموها الحركة؟ لصق. حركة اللسيق. للزيق. هسه خلينا هاي الجدار الثاني. شو رأيكم؟ هسه بعد لنا واحدة ويكمل. ها دودي. شلون صار هذا الجدار؟ عبالك المنور مال بيت كلش حلو صار. طبعا هذا اللون الداكن خليناه يميز الطعام على مود تعرفون الاطفال ايش قد توسخ حتى الجهال ايش قد ما يوسخون بعد ما يبين وساخه. ايه هنا لازم من ادم وانيتا يكبرون راح نغير هذا الجدار ونسوي لون فاتح. هاي اذا بقينا بهذا البيت واذا غيرنا اذا بقينا عادلين من ذاك الوقت على مود هذا الشيء غيرته لان هنا دائما الاكل ما شاء الله عند اطفال يعرف بالموضوع فان شاء الله عجبكم. مو تجينا وحده فير 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 تقول علي انا فير فير ما ادري انا يعجبكم ما يعجبكم بس هاي الفكره يعني على مود الاطفال يوصفون الجدار. فان شاء الله استفاديتهم من هاي المعلومه. اللي حاب يغير يعني التغيير حلو وسريع وسهل يعني ما يراد له هوايه وقت بسرعه كملنا يمكن اقل الساعه. ف لهنا ينتهي الفيديو مالتنا اليوم. طبعا بعد عندنا هوايه شغل راح نسويه اليوم بالعطله وبعد عندنا مسواق وهواي شغلات بس ما راح اقدر اطول عليكم الفيديو اكثر. شوف دوله راح يفشونا من هسه. لهنا ينتهي الفيديو. باي سبسكرايب خلوا قناه فوق احنا نشوفه. باي باي. قول باي دودي للكاميرا. يلا ده يشتغل ادم مشغول مشغول. ادم انت حباب؟ لا. Thank you.